بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: وحرِّض المؤمنين، أي حرِّضهم على القتال وحُثَّهم عليه لأجل أن يتهيأوا له. فهذا فيه الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، لما فيه من العزة للإسلام والمسلمين، والذلة لأعداء الله من الكافرين والمشركين والمنافقين. ثم قال جل وعلا: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فقوله عسى الله، عسى في الأصل كلمة ترجي وتوقع، وهي من الله واجبة. أولئك عسى الله أن يعفو عنهم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، عسى الله، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فعسى يقولون إنها من الله واجبة، وأما عسى من المخلوقين فهي للتوقع والترجي، أن يكف بأس الذين كفروا، شرهم وعدوانهم وطغيانهم. فهذا فيه بيان الحكمة من تشريع الجهاد في سبيل الله، أنه لكف بأس الكفار عن المسلمين، لأن المسلمين لو تركوا الجهاد لتسلط عليهم الكفار ولغزوهم في عقر دارهم، يغزونهم بالسلاح، يغزونهم بالأفكار، ويغزونهم بالدعاية الباطلة. فالكفار لا يكفهم عن المسلمين إلا الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذا فيه بيان مشروعي بيان الحكمة من الجهاد، وأنها لأجل كف بأس الذين كفروا عن المسلمين. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الله جل وعلا ليس بحاجة إليكم حينما أمركم بالجهاد والقتال في سبيله، وإنما أمركم بذلك من باب الابتلاء والامتحان. ولهذا قال في الآية الأخرى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله جل وعلا لو أراد لاستأصلهم وليس بحاجة إليكم، كما حصل في الأمم السابقة من قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، الذين لما عصوا الرسل وتمردوا أخذهم الله بعقوبات صارمة. ثم إنه بعد ذلك شرع الجهاد في سبيله، بدل من الهلاك العام شرع الجهاد في سبيل الله من أجل الابتلاء والامتحان، ولأجل أن تعظم أجور المؤمنين. والله أشد بأساً، أشد قوة ونكالا وأشد تنكيلا، فإنه سبحانه وتعالى لا يغالب. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فهذا حث للمسلمين وبيان أن الله لم يأمرهم بالقتال لأن الله عاجز عن الانتقام من أعدائه،
وإنما أمرهم بذلك لأجل ابتلائهم وامتحانهم ولأجل تعظيم أجورهم. ثم قال جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الشفاعة هي الوساطة عند من عندهم حوائج الناس في قضاء حوائج المحتاجين، فيتوسط الإنسان بجاهه ومكانته عند من عندهم حوائج الناس لأجل قضائها، هذه هي الشفاعة، وهي الوساطة في الخير أو الوساطة في الشر. فالشفاعة هي الوساطة عموما. ولهذا قال: من يشفع شفاعة حسنة، يعني شفاعة فيها خير وفيها نفع للمسلم، فهذه شفاعة حسنة ولك نصيب منها من ثوابها، كما قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسانه على لسان نبيه ما شاء، اشفعوا تؤجروا. الشفاعة الحسنة التي فيها نفع للمسلمين عموما أو لمسلم خاص فيها أجر للشافع، لأنه أعان أخاه على ما ينفعه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن يشفع شفاعة سيئة، شفاعة في الشر التي يترتب عليها شر، كالشفاعة في إسقاط الحدود، والشفاعة في الظلم، الشفاعة في إجراء الظلم، فهذه شفاعة سيئة التي يترتب عليها شر بالأفراد أو بالمجتمع، هذه شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يكون له كفل من الإثم، لأن تعطيل الحدود أمر محرم وفيه إثم عظيم، فالذي يشفع فيها يكون عليه قسط من هذا الإثم، لأنه عطل الحد بسبب شفاعته. ولهذا لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة من مخزوم كانت تستعير المتاع وتجحده، كلم أهلها أسامة بن زيد رضي الله عنه في أن يشفع لها عند الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يقطع يده، فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أشد الغضب، وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، آواه يعني حماه من إقامة حد الإحداث الذي يستحقه، كمن حمى السارق لا تقطع يده، حمى الزاني ألا يقام عليه الحد، حمى شارب الخمر ألا يجلد. وقال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع، فلعن الله الشافع والمشفع. فهذا فيه خطر عظيم، ولهذا قال: ومن يشفع شفاعة سيئة كله كفل منها. ثم قال جل وعلا: وكان الله على كل شيء مقيتا. المقيت معناه القادر، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وكان الله على كل شيء مقيتا، أي وكان الله على كل شيء قديرا، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى
هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.